اوكي، فدلوقتي هنكمل سلسلة ألحان القيامة. اللحن اللي هناخده دلوقتي اللي هو مراد البراكسيس بتاع القيامة والخمسين المقدسة. اوكي، و now we're gonna learn together the praxis response of resurrection and the holy 50. اوكي، فطبعا احنا خدنا مرادات البراكسيس كتير قبل كده، وزي ما انتم عارفين احنا we have the option ان احنا نقول the long introduction اللي هي الشيري الكبيرة قوي دي اللي احنا خدناها في الالحان الثانوي، وبرضو عندنا الاوبشن ان احنا برضو نقول اللونج اندنج النهاية الطويلة بتاعت مرض البراكسيس. احنا خدنا طريقتين، اللي ناسي ممكن يرجع تاني للويب سايت بتاعنا او للساوند كلاود او اليوتيوب تحت اندر الالحان الانوال هيمز تحت السكشن بتاع الالحان الثانوي، وهيلاقي احنا خدنا مع بعض مراد البراكسيس الثانوي اللونج انترودكشن المقدمه الطويله واللونج اندنج النهايه الطويله. اوكي، فهنا وي هاف ذا اوبشن اف وي هاف ذا تايم في ليله العيد او في اي قداس في ايام الخمسين المقدسه، وي كان جو فور ذا لونج براكسيس ريسبونس. اوكي، فالنهارده بس جاست هنفوكس على الايه الطريقه السريعه عشان ناخد الطريقه الكبيره. اوكي، فهقولها كده مره بعد كده ايه نجرب، ولو وقعنا في حته نثبت لازمت معاك. اورايت، شيرتف انا استا سي ايس اتفتو ماشي. ها تمام. وباي ذا واي ملحوظه في القيامه والخمسين المقدسه بنقول جي اكتونك جي اكتونك جي اكتونك يعني الذي قام. اوكي، يلا نجرب مع بعض. يا الفيرست هاف كده الفيرست هاف مع بعض، يلا 1 2 3. شيرتف انا استا سي ايس اتفتو نثبت ده بس الهاف ده بقى بقى نموف على السكند هاف. يلا تاني فيرست هاف، يلا 1 2 3 شيرتف انا استا سي Yeah.
زي ما قلت لكم we have the option اللي احنا نقول شيري الكبيرة المقدمة الكبيرة في this time واحنا خدناها في مرض البراكتيس السنوي اللي عايز يراجع عليها يعني اللي نسيها وعايز يراجع عليها دلوقتي second half هقولها كده once ماشي بعد كده نجرب مع بعض شاينتف صوتي امو جرب يلا السكند هاف يلا مع بعض 1 2 3 شا انت صوتي عنده سؤال ها كله كويس طب نجيبها بقى ايه نجيب المرض باكسيس كله على بعضه ونختم بكزمر اوت اوكي اوكي نقول بس الطريقه السريعه الاول مع كزمر اوت بعد كده ايه هسمعكم اللونج اندنج ودي بقى ده از جونا بي يور هوم ورك اللي انت تروح تفريش يور ميموري كده تروح تراجع اللونج اندنج واللونج انترودكشن ودي زي ما قلت هتلاقوها تحت المرض باكسيس السنوي تحت الالحان السنة على الويب سايت وعلى الساوند كلاود وعلى اليوتيوب برضه اوكي يلا مع بعض 1 2 3 شيريت انا استاسي Remember, في القيامة جي أكتونك. Okay?
هسمعكو زي ما قلت السكند هاف باللونج اندنج, وده از جونا بي يور هوم ورك اللي انت ايه يعني الهزات موجوده والدرس موجود في المراد البراكسيس السنوي للناس عايز يروح يراجع او اللي مش عارفه وعايز يتعلم فاهمين. فانا هقولها كده وانس تو بي يعني فور يور ريكورد لما تيجي تذاكرها مع نفسك او تدو يور هوم ورك يعني تبقى ايه الريكوردنج موجود. بص اسمعوا السكند هاف ازاي. شاينتيف صوتي مو كده ايه كيس مارو تمام.